إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي الكرام، نتكلم عن رمضان ونأخذ مسألة القيام. فقد رغب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحابته في قيام الليل، وكان يرغبهم ولا يعزم عليهم، بمعنى أنه لم يكن يأمرهم بالقيام ولكن كان يرغب في ذلك. فقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري. فكان عليه الصلاة والسلام يرغب في قيام الليل في رمضان، ولكنه ما كان يعزم على الصحابة بأنهم يعني يقوموا بأمر مباشر، إنما كان يرغب ويحبب قيام الليل. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك القيام أبدا، ولكن في رمضان بالذات هناك من يسأل: هل صلاة التراويح صلاة مشروعة ولا هي غير مشروعة؟ الجواب أنها سنة مشروعة، أنها سنة مشروعة شرعها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لا شك في ذلك. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس كما جاء في حديث عائشة أنه صلى بهم في المسجد ليلة، فصلى بصلاته نفر، ثم الليلة التي تليها فزاد الصحابة الذين صلوا معها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في الليلة الثالثة اكتظ المسجد بالمصلين ولم يخرج لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبحوا. فلما سئل عن ذلك قال: إنما خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فالأصل في صلاة التراويح أنها سنة مشروعة شرعها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وليست بدعة ولا يخترعها أحد. ثم توقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة التراويح خشية أن تفرض، فلما توفي صلى الله عليه وآله وسلم ذهبت العلة مع ذهاب مع وفاته صلى الله عليه وسلم، فلا نخشى الآن أن تفرض علينا، فهي سنة مؤكدة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليها وصلى بها جماعة في المسجد. ثم أحيا رسول الله ثم أحيا عمر بن الخطاب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه هذه السنة، وجمع الناس في المسجد على إمام واحد وكان أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، وأمرهم بالصلاة. هناك رواية تقول أنه أمرهم بعشرين ركعة، وهناك رواية تقول أنه أمرهم بإحدى عشرة ركعة، ونتكلم إن شاء الله. فإذا السنة في مشروعية صلاة التراويح هي حقيقة سنة مؤكدة شرعها الشارع نبينا صلى الله عليه وسلم، وليست بدعة ولم تخترع، هذا أول أمر. الأمر الثاني وهو في عدد هذه الركعات. سئلت أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن عدد الركعات التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت: ما كان يزيد في رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وقالت أيضا: كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وطبعا لا يفهم من هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة، لا، إنما كان يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعتين ويسلم، ولكن يعني يقوم للركعة الثالثة بدون انتظار.
ثم بعد أن يصلي 4 ركعات يستريح، لذلك سميت هذه الصلاة التراويح، ثم يستريح ثم يأتي ب4 ركعات طويلة وحسنة جدا، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تسأل عن حسنهن وعن طولهن. ثم يوتر صلى الله عليه وسلم ب3 ركعات بعد ذلك، وهذا كان فعله صلى الله عليه وآله وسلم واختياره في رمضان وفي غير رمضان دائما. فمن أراد أن يصلي 11 ركعة فقد أحسن، ومن أراد أن يزيد فيصلي 13 ركعة أيضا هذا وارد، ومن زاد عن ذلك إلى 20 وأوتر ب3 فلا حرج، بل بالعكس من العلماء من عد هذا سنة، وكذلك من زاد عن ذلك إلى 36 كما ورد عن الإمام مالك. فإذا عدد الصلوات، عدد الركعات باب واسع ولا ينبغي لأحد أن يضيقه على أحد. فمن اختار أن يصلي 8 ركعات فليصليهن ويطيل في القراءة، يطيل في القراءة، يطيل في الركوع، يطيل في السجود، وثم يوتر ب3. ومن أراد أن يصلي 20 أو أكثر أو أقل فهنا المسألة في تخفيف القراءة قليلا على الناس، بحيث أن الواحد اللي يختار العدد الأكبر له أن يخفف في القراءة، والذي يختار العدد الأقل له أن يطيل في القراءة. والذي يحصل عند كثير من الناس وهي مسألة أنهم يصلون 8 ركعات في 8 دقائق أو أقل، فهذا لا ينبغي أبدا. لماذا؟ لأن الأصل في الصلاة أننا نراعي كل ركعة وننتبه إلى الإطمئنان، فهو ركن من أركان الصلاة، الإطمئنان في الصلاة، في القيام، في الركوع، في السجود، في القيام من الركوع، في القيام من السجود. لابد أن يعني نلتزم بأننا نصلي الصلاة ولا نخل بأركانها وواجباتها وسننها. فإذا العدد باب واسع ولا يضيقه أحد على أحد. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي شرع هذه السنة العظيمة كان يصليها ويأخذ، كما ورد في حديث أبي ذر، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثلث الليل، وفي الليلة التي بعدها صلى إلى نصف الليل، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي فيطيل. هذا وارد وجميل، ولكن إذا أردنا أن نخفف فلا بأس أيضا، ولكن بدون إخلال بالصلاة. هذا، وأكتفي بهذا القدر بالنسبة للعدد الصلوات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.